الزواج العرفي هل هو جائز؟ يقول إذا تمت شروطه وأركانه فهو جائز. الكلام على تمام الشروط، أن يكون بولي، يكون العاقد ولي للمرأة، ويكون برضاها، ويكون بإيجاب وقبول، إيجاب من الولي وقبول من الزوج، لأن يعني يقول زوجتك فيقول قبلت، ويكون هذا برضا الزوجين بعضهما للبعض الآخر، ويكون بحضور شهود شاهدين، حضور شاهدين. إذا تمت هذه الشروط فالعقد صحيح، وكونه عاد يوثق في الدوائر الحكومية أو في المحاكم يوثق لإظهار صك لشيء آخر. أما العقد هو صحيح إذا تمت شروطه فهو صحيح. نعم.